هاي صبايا، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. هذا الفيديو مثل ما شفتوا بالعنوان، اول مره بحياتي بجرب اشياء للبيت من موقع شي ان. صراحه واصلتني طلبيه من فتره وحابه افتحها انا وياكم، لهلا ما فتحتها وما جربت اي شيء، فكل شيء جايبته شغلات مفيده رح تفيدني انا وممكن تفيدكم انتم بتنظيم بيتكم او بترتيب المساحات عندكم. وفي كتير افكار حلوه على موقع شي ان. اذا عجبكم هذا الفيديو صراحه انا في كتير شغلات للبيت حابه اجيبها من موقع شي ان، خبروني تحت بالتعليقات. وإذا أنتم مجربين أي شيء موقع شي إن للبيت ديكور أو أي شيء، اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وكمان قبل ما نبلش لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة، عملوا لايك للفيديو، عملوا له شير إذا حبيتوا، ويلا بسرعة خلونا نبلش. في أول قطعة، أول قطعة هي للمعالق والكاسات مشكة، ما أعرف أنتم شو بتسموها هي، يعني لما بتجلوا الجليات بتحطون الكاس لما بتجلوا الجليات بتحطوا فيها السكاكين، الشوك، المعالق أو معالق الطبخ. هلأ شو فائدتها بالحياة؟ إنه هي بتحبس المي هون، عرفتوا؟ يعني أنا اللي عندي بالمطبخ مثل ما حتشوفوا بالفيديو إنه فاضي تحتها وتحتها مشبكة، فبينزل المي على المجلة وممكن المجلة كتير يتوسخ أو يتجأجأ أو مثلا يصير عليه هيك شي لون أورنج، عرفتوا؟ فهي بتساعدني إنه ما يصير هذا الشيء. بتضلكم بتحطوا بقلبها لتتعبى من تحت مي، وبعدين بتفكوها بتنظفوها وبترجعوا بتحطوها مرة ثانية. القطعة الثانية هفتحها معكم هي هاي المصفاية. شوفوا ما احلاها، بتاخد شكل المجلة عندكم، يعني بتحطوها وبتجلوا فيها بتحطوها بتغسلوا فيها الفواكه، بتغسلوا فيها الخضار، وكتير حلوة انه هيك بتصغر تنضب وبتكبر على حسب المجلة. ما بتحتاجوا تحطوا تحتها شيء لانه انتم حاطينها بالمجلة، فهي فكرة كتير حبيتها وخصوصي للفواكه، للفريز، للبلوبيري، وكمان للخضار الورقية، لانه الخضار الورقية الخس وهيك كتير بيطرش المي لما بتغسلوه، فلما بتحطوه بقلبها كتير هي عالية من عجناب، وكمان البلاستيك تبعها كتير حلو وكتير حبيتها. كانت قطعة وهي تقريبا برأيي أحلى، مو أحلى، أكتر قطعة رح تكون عن جد هتعمل فرق. شوفوا شكاكة للمعالق والشوك، شوفوا هيك شكلها، هيك بتنحط بالدرج بهذا الشكل، هي هيك كبيرة. وكمان تحطوها بقلب الدرج وكل زاوية مرسوم عليها، مثلا هون بتحطوا المعالق، هون بتحطوا الشوك، هون بتحطوا السكاكين، فأحسن ما تستخدموا الدرج كلياته، تستخدموا بس بارت صغير من الدرج وتحطوا بقلبه كل شيء، فحتشوفوا الفرق اللي رح تعمله بالدرج عندي، لأنه الدرج عندي عن جد قايم قاعد وأنا ما كتير عندي دروج بالمطبخ، فهي حتساعدني كتير. هلا حتشوفوا الفرق كيف طلعت، يعني كتير حبيتها، كتير انبسطت فيها، عن جد هي من القطع اللي كتير حلوة. بس تمنيت لو يكون في لون تاني، مثلا لون أبيض أو شيء، بس ما كان في غير هذا اللون، هو شوي معتم بس ماشي الحال، as long as انه كتير حتفيدني بالمطبخ. القطعة اللي بعدها هي صراحة ما بعرف شو هي، تعالوا نشوف نشوف سوا. اوكي تذكرت، هاي القطعة بتتعلق على خزانة، على خزانة المطبخ، بتحطوها وبتحطوا بقلبها الاكياس، احسن ما يكونوا الاكياس كثير منتشرين بالبيت وهيك قصص، يعني منتشرين بالخزانة عفوا، او تحطوهم بدرج او شيء، فهي بتحطوهم، ففيكم انتم تحطوا كثير اكياس جوا، وممكن تحطوا اكياس رول تبع اكياس زباله، بتحطوها رول بتسحبوها من هون، اتوقع هي بهذا الشكل، فحشوف اتاكد شلون بالضبط تركيبتها، وبعدين حنركبها سوا وفرجيكم اياها بالفيديو، بس كثير حبيتها، كثير حبيت الفكره انه ما بتاخذ مكان، وبنفس الوقت كل الاكياس اللي عندكم بينضبوا. الاكياس صراحه هي من الشغل اللي كثير انا ما بحب انه دائما دائما حوالي اكياس اكياس، فهي كثير حتساعدني اني رتبهم بمكان واحد. والقطعة اللي بعد هيك كمان للمطبخ، أنا كتير جايبة أشياء للمطبخ. هاي القطعة بتركبوها منشان مكان ما بتحطوا الليفة والصابون الجلي وهدول الأشياء تبع الجلي، بتركبوها بشكل، بدنا نشوف شلون تتركب. كمان شغلة حلوة إنه هي ما بتخلي، ما بتسمح للمي إنه تنزل على المجلة، وكمان لنفس السبب إنه ما بتوسخ المجلة وما ما بتنزع، عرفتوا؟ ف حلاقي الطريقة اللي ركبها فيها ونركبها سوا وحطها، وحتشوفوا شلون حتفرق شكل المجلة عندي. أنا بالمجلة مثل ما شايفين حاطة هاي اللي بالزاوية، حسيتها كتير عم تلزق من فوق، ممكن يعلق وسخ حواليها أو شيء، فهي سهلة بتقيموها بتنظفوها وبترجعوا بتحطوها، فكتير كتير. هلا القطعة اللي بعدها كمان سوري كمان للمطبخ، بس كتير هيك عم حاول جيب أشياء صغيرة للمطبخ تبعي، فهي شوفوا
حبيته كتير، حسيته كتير مرتب. كمان طقم مصفاية وتحته مثل زبدية، شوفوا الزبدية شو مرتبة، كتير حلوة. وكتير حبيت انه هاي ممكن تستخدموها مو مع المصفاية، يعني ممكن تستخدموها لحالها، لانه شوفوا شلون عاملينها من عجنب. اذا حطيته بقلبه مي بتكبوا المي فيها بسهولة، وكمان ممكن تستخدموها هيك كطقم، فبتيجي هاي قد هاي بالضبط. كتير حبيتها، كتير ناعمة وكتير هيك مرتبة يعني، وصغيرة يعني مالها كتير ضخمة. القطعة اللي بعدها هي من القطع الازاز اللي انا هي صراحة شوفوا هي القطعة انا فكرتها ازاز وهي ابدا مالها ازاز، هي بلاستيك. شوفوا بتجيبوا هيك، هلا ممكن تستخدموها بكتير استخدامات، ممكن تحطوا فيه بقلبها القهوة، ممكن تحطوا بقلبها مثلا سناك فواكه او شيء. الشغلة اللي ما حبيتها فيها انه هي بتتعلق عليها مثل هاي الفراشه، شوفوا هاي الفراشه بتتعلق عليها، بس شلون بتتعلق عليها؟ بتتعلق عليها بمغناطيس، وهيك حسيت انه ممكن كتير توقع، شايفين ممكن كتير توقع بسهوله او تتحرك، فهي الشغله الوحيده اللي ما حبيتها فيها لهي القطعه. بس هي شكلها كتير حلو وكتير مرتب، بس ما حبيت هي، يعني ممكن استخدمها هيك لحالها، بس هيك لحالها صارت ما كتير إلى شكل، بس انه ماشي الحال حلوة. ممكن استخدموها كديكور، تحطوا بقلبها شمعة وتقيموا الغطاء وتحطوا بقلبها شمعة وتشغلوها، بيطلع كتير حلوة اذا عاملين ديكور ذهبي. بعدها هي ست كتير حلو كتير مرتب، شوفوا التغليف، شايفين يعني انا فاتحته صراحة، بس التغليف كتير كتير حبيته. كمان هاي الست انا فكرته ازاز، بس هو ما له ازاز ابدا، هو بلاستيك بس بلاستيك سميك. شوفوا الحلو بالموضوع انه هدول تقريبا بتشبه هديك، فممكن تجمعوهم كلياتهم سوا. هلا هدول حبيتهم انه شوفوا شلون الغطاء، الغطاء له من هون سيليكون، فهو بسكر منيح. يعني انا كنت حابه اني احط فيهم مثلا القهوه والشاي، اعمل كورنر للقهوه والسكر وهيك شغلات وضل عبيهم، هن ما رح يرطبوا بقلبها لانه لما حتسكر حتسكر كتير منيح، شايفين يعني بدها وقت لتفتح، وبتسكر كتير منيح بتمنع انه الهواء يفوت لجوا. هلا حافتحها كلياتها وفرجيكم الست كلياته، كتير حبيت الست. هو جاي ثلاث مرطبانات، وكل واحد لون مع صينيه مذهبه. شوفوا شوفوا الصينية كيف، كتير حبيتها، كتير حسيتها مرتبة. شوفوا بهذا الشكل جاي واحد لون ذهبي، ما بعرف اذا مبين عليكم الالوان، بس واحد لون ذهبي على اصفر يعني، واحد ذهبي على اسود، واحد فضي او شفاف يعني، شايفين كتير حبيتهم، كتير حبيته هذا الست، كتير مرتب وكتير تقيل، انه طلعوا مالهم ازاز لانه هيك ما رح يبقعوا، يعني لما بتمسكون او شيء ما حتحسوا في ايدين عليهم او هيك اشياء يعني، خلص صيره هيك. وعلى فكره كتير ناعمين من برا، هدول التقليمه اللي شايفينها هي التقليمه من جوا مو من برا، كمان هيك جود لحتى ما يجمع عليهم وسخ. هلا الشغله اللي بعدها هي شوفوا لهلا مالي فاتحتها، متذكره شو هي بس مالي متذكره بالضبط. هي صراحة بتشبه الست هداك اللي فرجيتكم اياه قبل شوي الذهبي، هنفتحه سوا. يعني أنا كتير حبيت الست الذهبي من الصورة، فكنت حابة أجيب كذا واحد لأعرف كيف هن شكلهم وإذا كلياتهم حستخدمهم. هذا أصغر يعني، هداك ممكن تخلوه شاي وقهوة وهيك، وهذا ممكن تعملوه للسناك، تحطوه على طاولة الوسط يلي بالصالون، تحطوا فيه جوز، لوز، فستق، هدول القصص. نشوف، او ممكن تحطوا فيه على فكره فواكه وخضار يعني تعملوا سناكات صحيه اكثر، لانه كثير كثير لافينه منيح يعني. على لفته صراحه انا كنت فكرتهم ازاز، بس هن مالهم ازاز، شايفين اللف. وهي شغله كثير حلوه بشيئين، انه هن عم ياخذوا وقتهم بلف القطع لحتى توصلكم مرتبه ومنيحه. يعني صراحه من امازون ما بيلفوا لهالدرجه عن جد، انا شاريه من امازون كثير غراض ما بلفوها لهالدرجه. فهي نقطة لشيئين كتير حلوة، انه هيك بيهتموا انه يوصلوا الاغراض مثل ما هنن. وعلى فكرة الاغراض ما بتاخذ وقت طويل ابدا، يعني بتوصوا عليها بتوصلكم خلال اسبوع او اسبوعين. المهم هذا الطقم هو زبادي اصغر من هذاك الطقم، وكمان ما له من عجناب سيليكون، سو تسكيرته خفيفة، فهذا ممكن تخلوه بس للحلويات، للسناك، لهيك شغلات بالسهرة، أو إنه تقدموا فيه لما بيجي لعندكم الضيوف، لأنه كتير كتير مرتب. هلا حفتح كل القطع لأنه هو هذا أكبر، فحفتح كل القطع وأرجع لكم. أوف، وأخيراً لافين الغطاء مليون ألف لفة، لافين الزبدية مليون ألف لفة، وهلا وصلت وأخيراً على الصينية. شوفوا شوف شو حلوة، كتير حلوة، كتير مرتبة.
وهيك مرتب عليها الزبادي، شوفوا بهذا الشكل، والغطا تبعهم كتير مرتب، شوفوا له من هون كريستالي تحطوه بهذا الشكل. كتير حبيتهم، كتير حسيتهم مرتبين، يعني كتير كتير اعجبت بهدول الشغلات من موقع شي ان. صراحة هون بالسواق ما بتلاقوا هيك شي، يعني مو متكن يعني بتركيا بشوف عالم عايشين بتركيا بجيبوا كتير قصص حلوة، هون ما بتلاقوا، اذا لقيتوا بيكون كتير غالي، فمن شي ان كتير ارخص واحلى. يعني انا حبيت اغراض شي ان لانه مو موجودة وين ما كان، فلما بيجي عندكم ضيوف وهيك بتلاقوا شغلات كتير مرتبة. شوفوا هذا هو السيت، كتير حلو وكتير مرتب، كتير حبيته صراحة، وكتير نعوم وما بياخد مكان كتير كبير، والسايز تبعه يعني جست رايت انه تحطوا فيها مثلا بزر فستق وهدول الشغلات، وحتى قطع شوكولا ولا اي شيء بدكم اياه. السايز تبعه ماله صغير ابدا، بس كمان ماله كتير كبير، عرفتوا يعني. هاي حسيتها كتير كبيرة انه تحطوا بقلبها مكسرات، فهذا السايز احسن للمكسرات، عرفتوا شلون؟ هيك اي سايز للقهوة والشاي والسكر. تابعوا القناة لأنه حتشوفوا كيف حرتب كل هدول القصص، وحصير أعملكم فيهم فيديوهات كتير حلوة. وكمان إذا حبيتوا هدول الأنواع من الفيديوهات اكتبوا لي تحت بالتعليقات، ومنجرب أشياء للبيت أكتر أنا وياكم سوا. وهلأ وصلنا لأحلى قطعة شكلا برأيي بهي الطلبية، هي آخر قطعة، شوفوا هاي فتحتها لانه صراحه انا كنت عم استنى هاي الطلبيه بس مشان اشوف هاي القطعه، كثير حبيتها ورح تفاجئوا شو هي. شوفوا 1 2 3، شوفوا شوف شو حلوه، كثير حلوه. هاي بقى مثل خزانه صغيره هيك شكلها، بتحطوها بالمطبخ بالحمام، بتحطوها بغرفه غرفه المكياج وهيك، كتير حبيتها. انا رح تشوفوني شلون حرتبها، حرتبها بالحمام، ححط بقلبها اشياء العنايه بالبشره، خصوصي هلا كونه عم استخدم اشياء العنايه بالبشره تبع كايلي وهيك، فلونه نفس لون العلبه، العلبه لونها كتير حلو، كتير مرتبه، كتير كبيره على فكره. وهي كتير حبيتها البابيوني، اعطتها جمال مو طبيعي، طالع مثل تبع الفضاء هيك حسيتها هلا وانا عم شوفها. المهم تفتحوها هيك وبترتبوا الاغراض بقلبها وبترجعوا بتسكروا عليهم. كتير فكرتها حلوة وكتير مرتبة وكتير حبيتها، وان شاء الله تلبق مع الحمام تبعي. بس حتلبق اكيد مع اشياء العناية بالبشرة، يعني حتى اذا ما وسعت بالحمام تبعي ححطها بغرفة النوم تبع بغرفة الملابس وهيك، وحط بقلبها اشياء العناية بالبشرة. كتير حبيتها وكتير من القطع اللي هيك كتير مميزة وما شفتها من قبل بالسوق، فلقيتها عن شي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، هذا كان كل شيء اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وانتم عم تشوفوا هدول المشتريات. خبروني شو اكثر شيء حبيتوه، شو اكثر شيء حسيتوه مفيد، وكمان إذا أنتم مجربين أغراضنا عن شيئين اكتبوا لي تحت شو الأغراض اللي مجربينها. وإذا حبيتوا كمان أعملكم هيك فيديوهات. هلأ في طلبية حتوصلني قريبا، هي أشياء للتنظيف من موقع شيئين، طلبتها من كم يوم يعني، وإن شاء الله إذا طلبتوا هذا الفيديو رح صور لكم إياه بس ليوصلوا الأغراض. وقبل ما تطلعوا من الفيديو لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة اللي هو زر الأحمر تحت الفيديو، وعملوا لايك للفيديو وعملوا له شير إذا حبيتوا، وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي حيكون تحت بصندوق الوصف. وبس بحبكم كتير كتير كتير، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.